محمد، ممكن تخبر المزارع يسقي الزرع في أول الصبح أو في المساء؟ إن شاء الله، لكن شو بتفرق؟ لأن سقي الزرع في هالأوقات يقلل من تبخر الماء وتكون درجات الحرارة أقل من الأوقات الثانية. زين نبهتيني، وبهاي الطريقة بنضمن إن الماء بيتم لوقت أطول في الزرع، ما بنحتاج نستخدم كميات أكثر من المياه، وبالتالي بنوفر من فاتورة الماء.